طيب، وصلنا لغاية مثلا، عدينا لغاية 2008 مثلا، 2009، ولا خليني أفكر الناس بثلاثة كأس عالم يا كابتن. أول مرة ثلاثة كأس سادس عالم. كأس عالم، أيوه اتغلبنا من اتحاد جدة، ولو تفتكر الفكرة طبعا الفترة دي. طبعا تاني طبعا. سنة تالت عالم، رابع سنة خامس أعتقد، لا أو تالت سنة يعني، تالت مرة وانا اشتركت في الثلاثه دول، وكمان في المباريات التاهيليه للرابعه، بس ما روحتش كاس ما العالم كملتش. فيها، ما كملتش. احنا كنا بنبقى عايشين في حلم، يعني اليابان اولا بلد يعني تبهرك، النظام بالك في كل حاجة. كل حاجه، فتحس انت في كاس عالم، كاس عالم يعني. التوقيتات ووقت التدريب ووقت الماتشات ووقت الإحماء، وقت كلها بمواعيد، حتى القطر اللي احنا كنا بنركبه يقول لك هتوصل في الثانية الفلانية مش في الدقيقة، يعني هتطلع في ما كنتش الثانية. متأخر، لا احنا دايما فاكر كنا احنا اللي دايما عايزين نروح متأخر، عشان متعودين على كده يعني، ان هو احنا دايما مش نروح متأخر يعني، مثلا يقول لك لازم تبقى قبل ميعاد القطر بنص ساعة موجود، فاحنا دايما متعودين على يا كابتن ناجي. وصاحبنا ده بقى ليه موقف حلو قوي. الله. طبعا في حوالي 36 ألف زلزال في اليوم، فاحنا كنا ساكنين في 60 باين حاجه كده، 66 ولا 67، انتوا كنتوا في ال 60، احنا اللي كنا في ال 67. وده عنده فوبيا من الموضوع ده، ومش عايز يخش اوضته. يا ابني خش اوضتك نام، عندنا ماتش، خش. لا ما حدش كان بينام. وبعدين كل نكتشف ان المبنى نفسه على سوست، على سوست ما بتأثرش فيه حاجه، فهو لما بيجي زلزال بيتهز يتهز معاهم، والناس عماله تضحك، اليابانيين عادي جدا، واحنا ميتين من الرعب. فطبعا عشنا ايام حلوه وايام لعيبه حلوه. ومش ناسي اليوم اللي احنا رجعنا بقى من المطار للنادي في عربيه الاتوبيس مكشوفه. المكشوفه، كانت حاجه لسه، وجمهور الاهلي كان في اول مره في تاريخ مصر الكوره في مصر يحصل تحصل كده. كان وقت حلو قوي أوي قوي بصراحه. أوي.